طبعا جرافسبي هي بارجة ألمانية حربية ذات محركات وقوة، سواء في السرعة أو في المعدات أو حتى في التوربيدات أو حتى في الصواريخ، فهي دفاعية هجومية وفي نفس الوقت سريعة في الإبحار. خطط لها الألمان أنهم يقتنونها من بدري في مطلع ثلاثينات القرن الماضي. الحرب العالمية الثانية بدأت عام 1939، الألمان صنعوها تقريبا في عام 32-33، أيام اللي طلع فيها هتلر للسلطة. فقبل الحرب ب8 سنوات كانوا يجربون هذه البوارج والبواخر الحربية، كانوا يختبرونها في تمارين في أمور. عشان نبدأ نسرد، البارجة هذه سببت قلق للبريطانيين والأمريكان والفرنسيين، واستمرت تضرب دول الحلفاء في المحيط الأطلسي لمدة 3 شهور ولا يدرون من وين تجي ومن شبح. فاستمرت مطاردتها من أوروبا مع المحيط الأطلسي إلين أمريكا اللاتينية في أوروغواي والأرجنتين، وهناك حصلت الكارثة. خلونا نبدأ. بسم الله. البحرية الألمانية طلعت جرافسبي وخلتها في المحيط الأطلسي هنا جاهز قبل اندلاع الحرب، والهدف هو ضرب جميع السفن التجارية اللي تمول فرنسا وبريطانيا قبل الحرب بأشهر، سواء السفن جاية من أمريكا اللاتينية أو جاية من أمريكا أو جاية من الرجل الذي تولى القيادة في أكتوبر من عام 1938 هو القبطان هانز لانغسدورف، وهو محارب محنك من الحرب العالمية الأولى مقلد بالأوزمة. هانس هذا اللي هو قبطان السفينة، محنك وصاحب كاريزما ووسيم، وغير كذا انه يعمل بضمير، يعني كل العالم اللي عنده في السفينة ازال الفروقات العسكرية بينهم، ولا في يعني محاباة لأي احد، وكان يعامل الجميع بسواسية حتى الأسرى، أسرى السفن البريطانية. لكنها بدأ المهمة السرية والحرب ما يعلم عنها إلا هو هتلر فقط، حتى طاقم السفينة ما يدرونهم رايحين. بينما كانت أوروبا في حالة توتر شديد، أرسلت شبي في مهمة سرية. اختفت جراف شبي في المحيط الواسع. أوضح السجل بأن هتلر كان يعرف أن الحرب ستندلع بعد 10 أيام من مغادرة جراف شبي الميناء في 21 أغسطس. بدأت تعبئة ألمانيا العسكرية الخفية. مهمة جراف شبي في زمن الحرب هي مهاجمة السفن التجارية البريطانية في بدأت عملياتها في المحيط الواسع، وقامت تضرب جميع السفن التجارية اللي راح لبريطانيا، أكثر من 10 اللي ضربتها، والحمولات كانت أكثر من 50,000 طن أغرقتها. طبعا من قوتها البالغة جرافسبي، كانوا البريطانيين ما عاد يدرون اللي يهاجمهم سفينة واحدة ولا سفينتين ولا دولة ولا دولتين، لذلك هي تضرب وتأسر الأسرى وتنخرط في المحيط. اجتمعت الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية وقاموا يبحثون عن الشبح هذا تقريبا شهر ونص، إلين وافقوا أنهم يرسلوا لهم 8 مجموعات بحرية، كل مجموعة تخيل كم فيها طراد، علشان يطلعون السفينة هذه تضربهم. ألمانيا نجحت الآن في حركة استراتيجية، هي أن السفن الحربية الفرنسية والبريطانية محوطة على فرنسا وبريطانيا، كيف تستغلها ألمانيا؟ استغلتها بالضرب هذا، أشغلتهم معركة في المحيط علشان تخف السفن من هنا وتنزل تدورها، في نفس الوقت هو يقدر يتفرغ لهناك ويضربها بقوة. شوي يغير في شكل السفينة بحيث انها اذا صدتها الرادارات تشوفها كل شوي بشكل مختلف، ويروح يعبي وقود ويتزود ويضرب ويختفي في المحيط. وهكذا بدأت 8 مجموعات تدور. كيف حصلوا جرافسبي؟ حصلوها انه احد السفن التجارية البريطانية ارسلت نداء اغاثة لانه جرافسبي هجمت عليها وضربتها واغرقتها. فقامت البحرية البريطانية قالت آخر سفينة أرسلت لنا نداء إغاثة في النقطة الفلانية قريب في المحيط الأطلسي في كذا كذا، في بارجة كبيرة بكشافات كشفت علينا كذا ومشت، حددوها وفجأة تواجهوا في المحيط في وسط المحيط الأطلسي. طرادات البريطانية المدججة ولكنها ميب مثل قوتها هي، لكن صكوا عليها يمين ويسار، فبدأوا يضربونها من اليمين ويسار. هو أخطأ خطأ استراتيجي، لتقطع طريق لانغسدورف. إنها إكساتر، أيجاكس، وإكيليز بقيادة مخطط. حسب كلام المحللين والاستراتيجيين أنه كرافسبي قوية ولا تقارن بالسفن البريطانية وتضرب على مسافات أبعد، فهو
كلام استراتيجيين لو جلس بعيد واستمر واستخدم أفضلية الضرب على مسافات أبعد كان أغرق السفن البريطانية، بس هو فعل العكس. كان مدى مدافع شبي 22 كيلومترا، وقد اقترب لانكسدورف مسافة أكبر من ذلك بكثير. فجأة باتت شبي معرضة للهجوم. أطلق البريطانيون النار من المدافع واحدا تلو الآخر، وأطلقوا التوربيدات في هجوم شامل على شبي. اشتبك معهم ديبان وبدأ يضرب يمين ويسار، يضرب يمين ويسار إلين أصاب كل السفن الثلاث، وفي نفس الوقت غير مساره واتجه أمريكا الجنوبية. استمرت المعركة في جنوب الأطلسي أكثر من ساعة. هوجمت البارجة من الطرفين ووقعت إصابات. اطلع. هذه سفينة غير حصينة. دفعت ومدججة بأسلحة ويعرفها ويعرف أنظمتها. ضربها لين أغرقها. وقال الحين خلني التفت للصغار الاثنين هذه اللي هي الطرادات الصغيرة. وبدأ يضرب. كانت ايجاكس وايكليز تتعاقبان العملاق المترنح عن بعد. هذيك طاحت شفتوها، هذه خلاص اغرقها، باقي الثنتين الصغار هذه. وصل بها ديبان الى اورجواي. كان لانكسدورف من الحصول على مساعدة في مونتيفيديو اليورجواي. رغم الإصابات إلا أنه وصل مونتيفيديو الأورغواي، وتحولت الحرب هنا من حرب بحرية معركة سلاح إلى حرب سياسية دبلوماسية وتخطيط استراتيجي مهيب. وفي الأخير انتصر لاندسكورف في البحرية الألمانية، لكن بتكتيك لم يطري على بال أحد حتى هتلر نفسه. الأورغواي محايدة في الحرب، ولكن مصالحها مع بريطانيا وأمريكا أكثر، فبدت تبغى بريطانيا وأمريكا يضغطون عليها أنها تطلع الجرافسبي من الميناء خلال 24 ساعة. كذلك ألمانيا تضغط على أورغواي أنه تبقى السفينة جرافسبي وأنهم يعني يصلحون الأعطال اللي فيها. طبعا السفينة علامتها تقريبا ما يجي يعني 150 إلى 100 قتيل ومصابين، من ضمنهم أسرى بريطانيين من السفن اللي دمرها ذي بعض السفينة وينتظرونها بسفن ثانية، إلى درجة أن الإعلاميين أخذوا كاميراتهم وراحوا للأورغواي ينتظرون هذه المعركة اللي بتصير أمام مرأى الجميع. لكن حدث ما لم يتوقع. بعدين الخبث السياسي دائم عند البريطانيين، فكر السفير البريطاني قال وشنا مستعجلين عليه، حنا نضغط على الأورغواي علشان تطلع السفينة. طيب ولو طلعت وتمكنت ونسرقت في المحيط وراحت ما عاد نقدر نلحقها. أصلا بريطانيا سفنها اللي تبي تجي من بريطانيا ومن أمريكا علشان توصل أمريكا اللاتينية مونتيفيديو في الأورغواي يبلها 5 إلى 6 أيام كحد أقصى، حد أدنى. لذلك قال ما أنا مستعجلين. لا، تناقش مع السفير الألماني وقال ما هي مشكلة، نخضع للظروف والاستجابات وبنوافق على الطلب وثلاثة أيام كافية لنا. استغرب العالم، استغرب البريطانية، والأنظمة العبقرية اللي في السفينة الألمانية كانت هي الهدف الأساسي للبريطاني والأمريكان يبون يعرفون عبقريتها. والألمان خصوصا القبطان السفينة ما يبقى أحد يعرفها، وهو عارف أصلا حتى لو أصلح الأعطال اللي فيه من هنا من الأورغواي إلى أن يوصل ألمانيا كل طرق يعني عودة لألمانيا مستحيلة، حتى لو أنه في أفضل حالاته، لأنه الحرب مشتبكة والإمداد ما عنده وكل السفن البريطانية مالية المحيط. في 17 ديسمبر غادرت جرافسبي الميناء. شوف العالم كيف متجمهرة في الميناء، يقولك أكثر من 500,000 يتابعون الحدث في ميناء لابلاتا، بالإضافة لملايين الناس حول العالم ينتظرون اللحظات لأنه السفن البريطانية بتقابلها بيتضاربون في بداية المحيط. ولكن هرب زملائه في قوارب شحن أرجنتينية تنفجر السفينة، خدع الناس كلها. هنا القبطان الألماني ذكي، لما نزل الأسرى البريطانيين والجرحى نزل طاقم بنفسه، طاقم حقين الألمانيين، نزلهم كلهم تقريبا 1000، ما خلى معه في السفينة إلا 40 شخص الحد الأدنى. والفكرة كالتالي، ما يبي البريطانيين يحصلون، هو عارف إنه لا محالة خسران، لذلك لغموا السفينة من إلى ولغموا أجهزتها الحساسة وفصلوها تفصيل وأجهزتها يعني أعدموها عطول. بغى هو يجلس معهم وقالوا لا 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 اسحبوه، بل لازم تروح معنا، هو كان يبي ينتحر على متن السفينة. وخذوه ونزلوا سياسي إلى بيونس آيرس الأرجنتين، وكانت محايدة حياد كامل عن الحرب، واستقبلتهم وسوت لهم استقبال رسمي.
لانغستورف ذكي جدا، ما أعطاهم النصر اللي يبونه، أحرق السفينة وصور فيلم أمريكي السفينة تحترق مدة 3 أيام ثم غرقت، وفكك جميع المعدات زي ما قلت لكم الحاجات الثقيلة والمهمة وأسرار السفينة، ونقل طاقم حقه على قوارب نقل، قوارب زوارق صغيرة هذه، إلى سفينة شحن ألمانية، ثم هربهم إلى بيونس آيرس كلاجئين تحطمت بهم سفينتهم، وهذا دوليا مسموح، فلعبها صح. هذه صورة السفينة، هم الآن رايحين بيونس آيرس. لانغستورف ذكي جدا، طلب من الأرجنتين حسب القوانين الدولية أنها تمنح اللجوء السياسي لبحارته لأنها تحطمت سفينتهم. مثل ما قلت، قال واجبي تجاهكم وتجاه وطني إني وصلتكم البلد هنا آمنين سالمين وعندكم لجوء سياسي حق لكم. راح لفندق المهاجرين في بيونس آيرس وكتب وصيته إلى زوجته وبنته، وهي كالتالي. طبعا الصحف البريطانية، عفوا الأمريكية اللاتينية البرازيلية والأرجنتينية والأورغواي، وصفوه بالجبان، وكذلك أنه هتلر وصفه بالجبان، ولكن هو قال كلمات خالدة: وري بمصير سفينتي، فالمفروض أنهم يوم تفجرت أنا كنت معها، لكني أجلت قراري هذا خوفا على مصلحة السفينة ومصلحة الطاقة. ذلك البارجة التي أشغلت العالم كله، لا، ما أعطيت العدو النصر اللي يبغاه، يعني عطلت أجزاءها وأحرقتها ولا استفادوا منها، لذلك أنا دوري كقائد الهادي انتهى في هذه الظروف. طق بمسدس وروح ليبان. فأرسل رسالة كان دفن وشيعت جنازته في بيونس آيرس في الأرجنتين، ودفن هناك وسووا له جنازة رسمية عسكرية، وشارك ناس سواء أسرى أو موظفين أو غيره معاملة إنسان، لذلك شارك البريطانيين في تشييع جنازته. طبعا وصف هتلر بالجبان: دفن قبطان غرافشبي بمراسم عسكرية كاملة، ملأ الشوارع آلاف من الناس الذين يندبونه، ورافق طاقمه التابوت، وقد حضر الجنازة أفراد من الجالية الألمانية وعامة الأرجنتينيين وحتى بعض البريطانيين. كانت هناك 7، إن مدى تأثر سكان بيونس آيرس بوفاة القبطان مذهل، ومنذ تلك اللحظة شعرنا وكأننا أيتام. بعد اتهمه هتلر بالجبن لأنه لم يغرق نفسه مع سفينته، لكن حياة طاقمه كانت أهم بالنسبة إليه من الطاعة العمياء. أما ختام هذه القصة فهي أحد الرسائل الجميلة، هذه رسالة بريدية لأحد الجنود الأمريكان اللي شاركوا مع البحرية البريطانية في هذه المعركة، تزال موجودة الآن في جزر هاواي في خليج بير هاربر. أنا زرتها وشريت هذه الطرد البريدي تقريبا $10 كلية الأمريكية 1945 في أكتوبر، أي بعد شهر ونص من انتهاء الحرب العالمية الثانية. في الختام أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه المقتطفات الجميلة من القرن 20، وسنواصل إن شاء الله أنه كل 2 أسابيع نجيب موضوع زي هذا نغير شوي عن السياح. فمان الله.